مرحبا بكم أعزائي معنا اليوم في حلقة جديدة في قناتكم عالمي الخاص. اليوم جيت نقدم لكم وصفة ديال لي كريب. هادو لي كريب اللي غندير اليوم. المكونات هي كالتالي: عندي هنايا جوج معالق ديال سنيدة، خنيشة ديال الفاني، هذا غير نص لتر ديال الحليب، غادي نستعمل منه غير نص، دونك ربع لتر ديال الحليب، زلافة ديال الطحين، نص كاس ديال الماء، وجوج بيضات. كيف ما كتشوفوا فهي المقادير جد جد سهله. تبعوا معايا المراحل باش يكونوا عندكم دي كريب ناجحين. دونك على بركه الله غادي نبداو في اناء، غادي نديرو جوج بيضات ديالنا، غادي نزيدو عليهم السنيده، غادي نديرو الفاني، غادي نخلطو واحد شويه على ما يندمج هذا الخليط مع بعضياته، عاد نزيدو المكونات الاخرى. بالنسبه لي كريب اللي مالحين ففقط ما اللي كنديرو هي اننا ما كنديروش فيهم الفاني وما كنديروش فيهم السنيده، كنديرو شويه ديال الملحه وكاين اللي كينسمهم بشويه ديال البزار باش كتجي الحشوه هي هذيك مناسبه مع المملحات. دونك ها حنايا هذا هو المزيج اللي حصلنا عليه. كيف ما يمكن لكم تخلطوه في الطراب في المولينكس اولا في العجانه الكهربائيه. المهم انا كنوريكم الطريقه ومن بعد ديك الساعه كيبقى لكم الاختيار ديروا اللي بغيتوا. هنا غادي نزيد الحليب ديالي، دونك كيف ما قلت لكم غادي نضيف غير ربع لتر، ربع لتر ديالي ها هو واحد شويه، ما نساوش نضيفوا سمحوا لي واحد القبيصه ديال الملحه، واحد القبيصه ديال الملحه غير شويه ديال المليحه باش كتحرس داك الحلاوه راكم عارفين. غادي نضيف دابا الطحين ديالي والماء، ما كنزيدو حتى تنشوف داك المزيج كيفاش خرج ليا. دونك نخلطو مزيان باش ما يتكورش ليا. غادي نكمل هاد العمليه ديال التخلاط ونعاود نرجع معكم. انا رجعت معكم من بعد ما خلطت مزيان المكونات ديالي. هنا العجينه كتبان لكم بان شويه قاصحه، يعني ماشي خفيفه، الكريب كتكون العجينه ديالهم خفيفه. دونك هذا علاش غادي نستعملوا الماء دابا، داك نص كاس الماء غادي نزيد شويه بشويه ونخلط حتى نحصل على ديك لا تيكستور اللي كنقلب عليها، يعني ما خاصوش يجي جاري وما يجيش قاصح، كيجي خفيف وصافي. انا غنوريكم نكمل التخلاط ديالي ونوريكم بيان سور باش تشوفوا. نشدو المغرفه، كتشد مغرفه وكدير بحال هكا، شفتي؟ دونك هذه لا تيكستور، نص كاس د الماء ما كملتوش كامل. دونك نتوما الا مشيتو حتى درتو الطحين بزاف ولا الحليب بزاف فبامكانكم بيان سور تعادلوا الكميه، كتزيدي الطحين الا كان جاري بزاف، تزيدي الماء ولا الحليب الا كان قاصح بزاف. دونك كيبقى في الاخير عينكم ميزانكم، حيت كاين واخا نعطيكم الكميه الاكزاكت ديال الطحين راه كاين الطحين اللي كيشرب وكاين الطحين اللي ما كيشربش. داكشي علاش قلت لكم غيبقى عندكم ميزانكم ملي نخلط، جاني قاصح نزيد الماء ولا الحليب، جاني خفيف نزيد شويه معلقه ولا جوج ديال الطحين. دونك هذه هي لا تيكستور. ها لي كريب ديالنا واجدين، غادي ندوزو دابا غادي نشعلو العافيه في مقلاه ما كتلصقش ونعاود نرجع معكم. دونك كيف ما كتشوفوا هذيك من بعد ما حطيت المغرفه وسيحتها على الجناب ديال المقله كامله، كنتسنى غير واحد شويه على ما كيبان ليا بان الجنيبات هاد الجنيبات هادو ديال الكريب تيبانوا ليا بداو كيتحمروا. ديك الساعات كنبقى معاها شويه بشويه، بيان سور خاص المقله ما تكونش كتلصق، باش ديك الساعات كنقلبوها للجهه الاخرى. غادي نكملوا نفس العمليه على ما نساليو الخليط ديالنا ونرجع معكم باش نوريكم الشكل النهائي. وشكرا.